ركز معايا دقيقة بس. التلات كلمات اللي ظهروا على الشاشة معناهم السجن. Jail, prison, penitentiary. لكن في فرق جوهري بينهم في المعنى هنعرفه مع بعض النهاردة. تعال نبتدي مع بعض بأول كلمة وهي jail. Jail is like a temporary prison, يعني سجن مؤقت. زي ما بنقول عندنا كده في العامية المصرية حجز. يعني مثلا البوليس اشتبه فيك في الشارع فوقفوك عشان مش معاك ID فخدوك حجزوك يوم مثلا في الحجز لحد لما حد مثلا من أصدقائك أو أهلك يجي يضمنك. أو مثلا it's a pre-trial prison, يعني مستني انت محكوم بتتحاكم في قضية معينة لكن لسه ما تحكمش عليك فبيحطوك في الجيل او الحجز لحد لما يتحكم عليك. البريزن بقى بعد ما بيتحكم عليك, اوكي, هو السجن اللي بجد اللي انت بتروح تقضي فيه مدة العقاب او مدة العقوبة بتاعتك. ولو مش مصدقني تعال نشوف الجزء ده من الفيلم. Why'd you go to jail? I didn't go to jail, I went to prison. Jail's like a five-star resort they put you in before they send you to prison. Hello, why'd you go to jail? Hello, I didn't go to jail, I went to prison. Jail's like a five-star hotel they put you in before they send you to prison. يعني الجيل دوت كأنه فندق خمس نجوم, ده حجز يا معلم, بيحطوك فيه قبل ما يبعتوك للسجن بجد أو بيتحكم عليك. تمام, خش بقى على اخر كلمة وهي penitentiary, وهو برضو معناه سجن زيه زي prison, بس الفرق ان ده بيبقى maximum security وعادة بيبقى فيه الناس اللي محكوم عليها بالاعدام او المجرمين العتاة, اوكي, بجرائم كبيرة. ده كان الفرق. لو عرفته اول مرة اعمل share ولايك وسلام.